هاي يا بنات، عاملين ايه؟ انا النهارده رجعت لكم فيديو جديد هتكلم فيه عن اكتر فاونديشنز انا حبيتها هاي اند استخدمتها الفتره اللي فاتت. انا الفيديو اللي قبل ده على طول كنت اتكلمت فيه عن الدراج ستور، واللي اتفقنا فيها ان الدراج ستور الى حد ما بقتش الكواليتي بتاعتها بعيده قوي عن الهاي اند، لا بالعكس اثبتت ان هي تقدر ان هي بسعر قليل تديكي نفس الجوده والكواليتي بتاعت الهاي اند. بس انا هبدا على طول عشان ما اطولش عليكم. الفاونديشنز دي انا اكتر حاجه استخدمتها وكررتها وعندي منها كذا شيد. الفاونديشنز دي اقدر اقول لك ان هي انا استخدمتها بقالي فتره طويله جدا، تعبتش بشرتي، ما سمعتش من لا يعني من حد حتى حواليا ان هو اشتكى منها ان هي بهدلت بشرته، سواء بقى حبوب او حرقته او ان هي قطعت او بتتحرك كتير. لا، كلها اللي انا هتكلم عنها دي كلهم احسن من بعض. اول فاونديشن واللي انا بقدر اقول لك ان هاتيه وانتي مغمضه عينيكي يجنن يجنن يجنن، كل اللي كان يشوفني وانا حاطاه كان يقول لي انتي حاطه فاونديشن ايه. ده من نارس، ده اللي هو كان اسمه ناتشرال راديانت لونج وير. ده فول كفر، حلو جدا، بس مش بيخلي شكل الوش كانه ماسك. حلو قوي قوي قوي، وبيطلع في الصور تحفه، حلو جدا، بيطلع بجد في الصور حلو جدا، ومش بيأكسد، بالعكس حلو جدا وبامانه. يعني انا دايما اقول مثلا ان هو انصح كل البنات ان هي تجيبه، هي فعلا كل انا هتكلم عنه انا انصح البنات ان هي تجيب اي فاونديشن من ده اللي هو يناسبها، بس بالنسبه لنارس يجنن، حلو جدا. هحاول ما اقولش تحفه في الفيديو ده. تاني فاونديشن هتكلم عنه وكل الدنيا تتكلم عنه ان هو برده ممتاز، لايت ويت، خفيف جدا، قليل منه يوزع على البشره كلها، بس فول كفر وبيلدبل طبعا لو انت عايزه. حلو قوي 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 برضو من هنا لبكره الصبح. هو كان من لانكوم اللي هو تنت ايدول الترا. ده خفيف وتقدر تستخدميه بالنهار، تقدر تستخدميه بالليل، حلو قوي قوي بنات بجد. يعني من الفاونديشنز اللي اقول لك تمنه فيه، حلو جدا جدا وبيقعد فتره طويله لان الباطل كبيره تعتبر. حلو قوي قوي. تالت فاونديشن ده لايت، فيري لايت. انا هو مش فاونديشن بس انا ساعات بستخدمه فاونديشن لما اكون ليا مزاج ان انا اعمل ميك اب سريع، وحاطه اوريدي كونسيلر. ده اهم حاجه، انا كنت حاطه كونسيلر. ده فيه لمعه شويه، ده من تشارلوت تيلبري. حلو قوي يا بنات قوي. هو ما يعتبرش فاونديشن بس انت ممكن تستخدميه لو انت ما عندكيش ديفو وبشرتك كانت في اليوم ده صافيه وكويسه، ممكن تستخدميه. جميل جميل جميل، وفي درجات كتير من الفاتح لحد الغامق. انا بستخدم فيه شيد 5 اللي هو التان، حلو قوي قوي. يعني بجد تشارلوت تيلبري كل الفاونديشنز اللي انا جبتها من عنده حلوه، بس ده حاجه كده لايت وير، ويعني بجد لكل البنات الصغيره والكبيره تقدر تستخدمه. مش كبيره يعني، قصدي اللي هي الماتشور، اللي هي عمرها اكتر من 35. يعني الفول كفرج ومحدش يقدر يختلف عليه، محدش يقدر يختلف عليه. طبعا استي لودر اللي هو الدبل وير فول كفرج هيفي، تقدري تستخدميه بالنهار لو انت هتخلطيه بالمسترايزر بتاعك او البرايمر بتاعك. هو يستحسن ان تستخدميه مع المسترايزر بتاعك لو انت عايزه تخففيه بالنهار. ده مفيش عيب في وشك هيبان لو انت استخدمتي الفاونديشن ده. هيفي هيفي، حلو جدا وحلو للمناسبات، مش حلو طلعات بالنهار بصراحه لشغل وكده، نو حلو للمناسبات. اللي انا كنت اتكلمت عنه قبل كده وقلت عليه ان هو حلو جدا وفيري فول كفرج برضو كان من شيسيدو اللي كان نازل الفتره اللي فاتت. ده حلو جدا جدا، وكنت دايما بقارنه بينه وبين سماش بوكس ان هما الاثنين نازلوا اولموست في نفس الوقت، والاثنين فول كفر والاثنين يعقدوا. الاثنين حلوين قوي 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 بس الاثنين فول 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 كفر. يعني ده بالذات يعني ده بيلدبل شويه، لكن ده يا ويلي ده حطي حبه قليله منه، يعني ما ينفعش تكتري وتبقي كريمه فيه، تقيل قوي بس يجنن، حلو جدا. الحلو برضو كان من لورا ميرسي. هو نازل كذا حاجه بس ده كان اكتر حاجه ناسبتني ولقيتها ان هي مش بتضايقني، والكفرج بتاعه انا بحب، انا من الناس اللي بحب الفول كفرج. ده حلو جدا وحلو للمناسبات وبيطلع في الصور حلو. وكان في برضو اللي كان بنفسه اور جلاس اللي هو غطاء اسمه فانش، لو يعني انا هحاول ادور عليه ان هو عندي. فانش فول كفر، فول للبنات اللي ما بتحبش الفول كفر، بس يجنن، حلو جدا. يعني لو عندك استي لودر مش لازم تجيبي فانش، بس حلو. ده جميل جدا وفي درجات كتير قوي. دورا ميرسيه برضو حاجته حلوه جدا، حتى الكونسيلرز بتاعته حلوه.
اللي كان المفروض انا اتكلمت عن الباودر بتاعته اللي هي الفاونديشن باودر بتاعته والليكويد بتاعه. ميك اب فور ايفر يجنن، حلو جدا ومات. انا بحب الفاونديشن يكون دايما مات، ما بحبش الجلو لان انا اوريدي بشرتي دهنيه او عندي التي زون اللي هنا دي، شويه بعد ساعتين ماكسيمم من اي ميك اب شويه بيبقى محتاج ريتاتش. ده حلو جدا وما بيخليش البشره اويلي، حلو قوي ومش مش بيقطع، حلو جدا. اللي حلو جدا كمان كان من اور جلاس الستيك، هو بس عيبه ان هو غالي مش رخيص، يعتبر من البراندز اللي هي سعرها شويه عالي بس الكميه اللي فيه قليله جدا. يعني انت متخيله ان هو يدوب الحته دي ليه؟ ليه انا اساسا ما بحبش استخدم الستيك فاونديشن كتير، بس ده حلو يعني مش بيخليني اويلي خالص، حلو قوي قوي قوي، اسهل في التوزيع تك 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 كده على طول، قد ايه ممتاز، حلو جدا ودرجاته حلوه قوي يعني مش سايب. اليلو والاوليف والبينك حلو قوي، حلو قوي بصراحه. اول جلاس يعني جميل تحفه، بس هو عيبه بس ان هو حجمه صغنن بيخلص بسرعه قوي. اللي حلو جدا وخفيف يعني البنات اللي هي ما بتحبش الفول كفرج اللي هو جورجو ارماني، في اللي هو اللومينس وفي اللي هو الليفتنج اللي هو الديزاينر ليفت. انا بستخدم كمان اللومينس، انا مش عارفه احطه فين، برافو. anyway هو نفس الباكج، يعني هو نفس الباكجينج. كل فاونديشن جورجو ارماني حلوه قوي، يعني في حتى الفول كفر بتاعه هتلاقي ال 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 اللوجو بتاعه ده احمر، ده اللي هو الفول كفر بتاعه، لكن دول يعتبروا حاجات لوكس، حاجات خفيفه، حلوه قوي 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 للبنات اللي بتحب الناتشرال لوك، الحاجات اللي هي اللوك اللي هي تبقى حاسه ان هي مش حاطه ميك، مش حاطه حاجه على وشها، ده ممتاز ممتاز ممتاز. ده حلو جدا كمان ان هو شويه للاعمار اللي هي معديه ال 35. اخر حاجه هتكلم عنها كان من ميك اب فوريفر اللي هو اندر كفر، على فكره فيه اللي هو الباك ستيج، انا لغايه دلوقتي متاخره ما جبتوش ومش عارفه ليه، هو في ناس كتير قارنته بينه وبين ماك اللي هو فيس اند بادي فاونديشن، انا كنت بستخدمه فبفكر ان انا اجيبه لان كتير قالوا عليه حلو، انا مش عارفه ليه متاخره ان انا اجيبه يعني، بس لازم اكيد هجيبه عشان انا بحب اجرب بنفسي واقول رايي عن اي حاجه من تجربتي انا. ده ممتاز قوي برضو والكفرج بتاعه حلو جدا وينفع النهار وبالليل، بس ما اعرفش بقى انت لو بتحبيش اللي هي اللي هيبقى الحاجه تقيله شويه يبقى انت ممكن تخففيه زي ما قلنا قبل كده، شوفي الكريم اللي عندك وتقدري تخففي بيه. وبكده اكون اتكلمت عن كل حاجه انا استخدمتها الفتره دي، فاونديشنز حلوه جدا وعندي استعداد اكررها مره واثنين وثلاثه حتى لو طلع جديد. واتمنى من البنات ان هي لما تيجي تجرب حاجه ما تجربهاش تشتري الفول سايز، حاولي انت تجيبي سامبل وتجربيه مره واثنين وثلاثه، لان ساعات الحاجه ما بتبانش اذا كانت كويسه ولا لا الا بعد ما تجربيها مره واثنين وثلاثه. وبكده اكون وصلت لغايه اخر الفيديو، المره الجايه هتكلم عن حاجات انا كنت اشتريتها ميك اب. اوكي.